بنرحب فيكم من جديد مشاهدينا. اليوم رح يكون معنا فنانة ومخرجة مبدعة، لها العديد من المسرحيات ومثلت في العديد من المسرحيات وقامت بالإخراج مؤخرا، وهي اسم ومبدعة بمجال التمثيل والإخراج. اليوم رح تكون معنا الفنانة والمخرجة أسماء مصطفى. صباح الخير. صباح النور. كيف حالك؟ حبيبتي الحمد لله. أهلا وسهلا فيكي، شرفتينا. تسلمي يا حبيبتي. بداية خلينا نعرف عن بداياتك باختصار. يعني بداياتي باختصار الاختزال هذا اللي بيسموه. طبعا بداياتي كانت وأنا عمري 5 سنين، أنا من مواليد ليبيا. كانت في برنامج كتير بحبه اسمه جنة الأزهار، كنت عم بأدي مشهد راقص، وبعديها كتير حبيت الكيوغرافي والرقص. دائما بتلاقيني وين في اذاعه مدرسيه، وين في تمثيليه، احنا دائما بنشارك في نشاطات لها علاقه بنشاطات المسرح، تلاقيني موجوده فيها. انتقلت من ليبيا لعمان. انا درست في صفوت مدرسه حكوميه، برضك اول شيء عملته على خشبه المسرح كان مشهد راقص مع صديقه لي لعبد الله رويشد المغني، يا قلبي معك يا مشغل البالي مرتاح. بعديها انتقلت لعين الباشا، كنت برضو أأدي مسرحيات مدرسية، ثم انتقلت لكلية المجتمع العربي. أني أنا أدرس، سجلني أبوي كمبيوتر، طيب أنا بدي أدرس فن، يعني كثير بحب الفنون. طبعا لا، بدك تدرسي كمبيوتر، كمبيوتر مجال شغله أهم. شوفي نظرة الأهل، وأنت بنت فنان وبتعرفي يعني كيف إنه الفن يقولك ما بطعمي خبز. فسجلني كمبيوتر، تمردت عليه، هذا كان أول تمرد إلي، ودرست تصميم أزياء وديكور، بما إنه المسرح عالم جميل وبيحتوي، هو أبو الفنون، فمن خلال الأزياء والديكور دخلت لعالم التمثيل. أنا بالمناسبة هذا الاستوديو أنا كتير سعيدة أنه لقائي فيه في رؤية، لأنه قعدني لل 93. أول عمل إلي كان في 93 للبرنامج للأطفال، كان مع الفنان المخرج عبد اللطيف شما. كنت أنا واللي صار نجم هلأ صديقنا وزميلنا إياد نصار، أشرف العواضي، الأستاذ محمد القباني، في هاي الشركة الجميلة اللي كانت تنتج أعمال إدرامية. فأنا هيك بتطلع في الهول اليوم وداخلة، دخلتها في 93، واشتغلت كمان مع صلاح أبو هنود هون، مواقف تاريخية وأخطاء مقصودة. يا رب ترجع الدراما لسابق عهدها. طب هلا انت درستي تصميم الازياء والديكور، يعني حسيتي انه في له ارتباط بالفن؟ يعني مثلا ليه ما درستي المسرح، التمثيل، الفن، شو السبب؟ هلا انا كنت حابه ادرس التمثيل والمسرح والفن، زي ما قلت لك انه الوالد كان ضد هذا التوجه، فدرسته، حولت من الكمبيوتر لانه بدي شيء بيلامس وجداني. برضو الأزياء والديكور هو مدخل للفنون وللمسرح، بقدر أبرز فيه طاقتي. عشان هيك كان أول عمل إلي سليمة أنا صممت فيه الأزياء والديكور. صممت الأزياء. صممت هلأ الأزياء مسرحية والديكور. سليمة خلينا نحكي عنها هلأ. يعني هل مثلتي فيها؟ هل أخرجتيها؟ شو كان دورك فيه؟ على رأيهم كان دوري كل شيء فيها. لأنه بتعرفي دايما أول مولود إليك، سواء المولود اللي بتخل فيه أو مولودك اللي بنسميه المنجز تبعك، بتكوني خايفة عليه كتير. فأنا في سليمة هاي قصة وحكاية، إنه قررت أخرج بعد 15 سنة من احترافي كممثلة، قررت أقول رؤيتي، أنا شو بدي من المسرح. على رأي زوج الفنان غنام، إنه أنت صرت عم بتدوري على مساحة أكثر من كونك كممثلة بتحاولي تثبتي وجودك فيها. فكانت سليمة، سليمة اللي هي خليط من أنتيغوني لأسخيليس وسوفوكليس اللي هو المنتج اليوناني، وكانت من الحلاج اللي هو العصر العباسي، وكانت من الله يرحمه رائعنا ومبدعنا اللي أنا حبيته أكثر بعد ما غادر عن الدنيا، وقرأته من جديد اللي هو الشاعر الراحل محمود درويش، أخذت له الجدارية وفي حضرة الغياب ولاعب النرد. هاي التوليفة ما بين الحياة والموت والبعث والحب والكره والحرب والسلام، أخذت سليمة اللي صممت فيها الديكور والأزياء، عملت فيها السينوغرافيا، ومثلت فيها طبعا مع مجموعة كبيرة من الفنانين، وكان ضيف الشرف فيها الفنان ياسر المصري. خلينا نشوف أسماء تقرير، نكمل نحكي نشوف عنها. تقرير عن سليمة بنشوفه سوا.
أسمع، يعني هيك إحنا عرفنا إنه ميزانية المسرحية كأول إخراج عمل إخراجي لإلك كانت الميزانية بسيطة بهاي المسرحية. يعني شكرا لك لهذا السؤال، اسمحي لي أشكر فريق العمل اللي آمن فيا، وبداية طبعا المخرج والسينوغرافي المهم نادر عمران، هذه تقدمت في مهرجان الفوانيس كانت في ختامه، قدموني كمخرجة معك 2000 أسماء. اللي انت شفتيه كان ب 2000، بس انت بتقدري تصنعي من، طبعا احنا دائما بنقول المسرح بده امكانات وبده ميزانيات عاليه، عشان اذا كان انت بدك تقولي شيء في المسرح انت لازم تعطي اجور للممثلين. هدول الممثلين اللي اشتغلوا معي اشتغلوا بمكافآت. فريق العمل خليني اسميهم واحد واحد، حنين العوالي بالمناسبه كان معي راقصين هذا بأي عام كان؟ ممثلين بال 2010 2010 هذا حنين العوالي، أسامة المصري، ديمة دعيبس، طاقم كبير اللي غنى ولحن، رامي شفيق، مراد دمرجيان اللي عمل الموسيقى، محمد المراجدة اللي عمل الإضاءة، ياسر المصري اللي كان صوت درويش، محمد طه الإيقاعات، مالك البرماوي كمان عمل إيقاعات، سليمان الزواهري. هذا الفريق الكبير، غنام كان معي على الباك ستيج، اللي اول عمل بتخرجي راح اكون معك باك ستيج كان على الصوت. كل الناس اللي منحوني الحب وامنوا فيا وامنوا في مشروعي، اشتغلوا معي عبد الله العلان، اشتغلوا معي بحب وبتلقائيه وبايمان، فاخذوا مكافآت. كانت ميزانيه هذا العمل 2000 دينار. هيك عمل بسيط زي ما حكينا بميزانيه بسيطه، بس طلع فيه ابداع من خلال التكاتف مع الفنانين والاخراج والعمل ككل، يعني يعطيك العافيه. بدنا نحكي عن عمل مسرحي اخر هو صباح ومساء، قمت باخراجه بعام 2000. صباح ومساء هو تأليف وإخراج غنام تأليف، أنا كنت وإخراج فيه كممثلة. أوكي، احكي لنا عن هذا العمل المسرحي. صباح ومساء دايما بقول فيه في حياتي مفاصل في اشتغالي كممثلة، كمخرجة بنبلش من 2010. بس أنا كممثلة من 94، المفصل الأولي اللي أنا كل أعمالي بعتز فيها كانت شهقة الطين، برضو هي تأليف وإخراج الفنان غنام، كنت بعمل فيها دور عنات، هاي الميثولوجيا الكنعانية. في عنات بلشت أتحسس جسدي كممثلة، كيف أتعامل مع هذا الجسد على خشبة المسرح، كيف أطوع الجسد في خدمة الشخصية. إن غابت الكلمة، هو عمل راقص كان للشاعر عبد الله رضوان هو اللي كتبه وغنام مسرحه، عندما تغيب الكلمة يحضر الجسد. ومن هناك اكتشفت أنه الكتابة على خشبة المسرح من خلال الجسد، إذا غابت الكلمة المنطوقة بدك إشي أبلغ أنه يعبر عليها، فبالتالي يأتي هذا الجسد اللي هو خلينا نسميه ثقافة الجسد أو تاريخ الجسد. الجسد يتذكر كما العقل يتذكر، الجسد يتذكر وإله تاريخ، فكيف بدك تختزلي تاريخ الشخصية من خلال الجسد على خشبة المسرح؟ كان أول مفصل إلي كيف أتعامل مع هذا الجسد. ثم بتأتي طبعا يا مسافر وحدك اللي أخذت فيها جائزة أفضل ممثلة في سوريا. في صباح ومساء اتعاملت مع بايوميكانيك الممثلة الداخلي، الإيقاع الداخلي للشخصية كيف أتحكم فيه. ثم تأتي صباح ومساء لأكتشف كممثلة ماذا تعني طاقة الممثل المختزلة أو الكاميرا، واللي أشرت لي إلها دايما بشكرها اللي هي الممثلة العبقرية والرائعة رجاء بن عمار، ممثلة مهمة في تونس وعاملة أبحاث وتشتغل على الجسد بطريقة حرفية. طبعا في مهرجان الأردن جابوها كمؤطرة لورشة، فأنا خبرتها في 7-8 سنين من اشتغل على الجسد أعطتني إياهم بثلاث أيام، كل يوم كنت أدرب معها 6 ساعات، قالت لي بتتحمل، قلت لها بتحمل. فكانت أجت صباح ومساء اللي قدمتها في 2009 في كتلة هائلة من صباح ومساء في ديكور على خشبة المسرح اللي هي زقالة، أنا كنت بشتغل على زقالة. فطبعا بالاتفاق مع المخرج ماذا سنقدم من خلال شخصية صباح؟ صباح فيها طاقة جسدية هائلة، إنه فجأة بتكون على ارتفاع 6 متر بتقول مونولوجها وبتنزل تحت، يعني ما بتصدق ترفع عينك وتنزليها إلا الممثلة تحت. كيف لازم أشتغل على الطاقة الكامنة للممثلة من خلال الجسد والصوت والدماغ، كانت مرهقة بالنسبة لي. فكان بحثي في صباح ومساء ماذا أريد أن أقدم كممثلة تعمل على الجسد والكلمة المنطوقة في ذات الوقت. فكانت صباح ومساء. حلو. طب ست أسماء، هيك ننتقل لموضوع تاني، مين أنس وحنين؟ أنس وحنين أنس وحنين هو استكمال لمشروع أنا
بلشت فيه كمخرجة بداية، اللي هو كانت ضحك ولعب ومسرح. أنا في برضو في 96 اشتغلت مع غنام تجربة اسمها كيف نرجع أسماءنا، بتحكي عن أطفال الشوارع. لقاتي في 2009 أخذ هذا النص وأعيد إنتاجه من جديد، أعمله أخذ مشروعي فيه ضحك ولعب ومسرح. أوكي. أخذت مسرحية وين حقوقنا، وين أعلم الطفل كيف أن يدافع عن حقه في اللعب والتعليم من خلال المسرح. ليش سميته ضحك ولعب ومسرح؟ لأنه الطفل يضحك ويلعب مسرح دون أن يدري. يعني هو بالفطرة، احنا عشان هيك كممثلين لازم نرجع دائما لبداياتنا في التمثيل، واحنا اطفال. انا كبنت باخذ الدميه وببلش احاكيها، اذا انا بمثل وبضحك وبلعب مع هاي الدميه دون ان ادري اني انا امثل. لما كبرت واشتغلت مع غنام كنت امثل للطفل. في تجربتي اللي انا اقررت انه انا اشتغل فيها مسرح طفل، قررت اني العب. عشان هيك مشروعي الطفل ياتي ويلعب معي ويحاكي العمل من خلال عملي. خلينا نشوف مقطع من المسرحية ونكمل الحوار. يا سلام، بتحب الإزعاج؟ طيب اسمع، أعطينا الشتلات اللي هنا. شتلات؟ شوفوا 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 شوفوا، عمركم شفتوا إشي زي هيك من قبل؟ نصب تذكاري ولا نصب عزيز أبو غزالة. أصلاً اسمع أنت، أصلاً أنا فنان وأبوي فنان وامي فنانه واخوي فنان وابن عمتي فنان وابن خالتي فنان وكلهم كلهم كلهم فنانين. أصلاً الفنان بيكون حساس وبحب الجمال. طيب ايش يا حبيبي؟ فنان بيكون حساس وبحب الجمال. طب روح من وجهي لسيك اسمك. طيب اسمع، حساس وبحب الجمال. اسمع اسمع، اعطينا الحويات. لا الرصيد. لما نزرع شجر أخضر ونمليها الساحة زهور، كيف الساحة بتقلب جنة وتلعب فيها العصافير، لما نحط فيها مقاعد للكبير وللصغير بتصير الساحة ملقانة وبنصير أسعد بكتير. التخريب شغل سهل والأفضل هو التعمير، والأحلى تخدمها بإيدك هيك الانتي ما بيصير. هذا كله حكي فاضي ومش رايح أخلي يصير. شو الحل؟ خلنا نعمل شو الحل هسا معه؟ اسمع، لقيتها. شو رايك نبلغ أهل الحي؟ أنس وحنين هو إنتاج الأمانة 2011. هم اختاروا شخصية أنس وحنين، كانوا يقدموها فيما بعد، فيما قبل كانت تقدم ورشات عمل. فيأتي المهندس عطوفة، المهندس سامر خير في أمانة عمان، وطلبوا مني أمسرح هدول الشخصيتين. أنا كان عندي في ضحك ولعب ومسرح السوم وسلوم يحكوا القيم للأطفال، فحضروا لي عمل اسمه العنزلة العنيزية، تشجيع الأطفال على القراءة. فقالوا لي بدنا نعمل مثل ضحك ولعب ومسرح بس بأنس وحنين. أنس وحنين هدول أولاد عمان المثقفين اللي إحنا بنحب، ابني وابنك وابن الجيران، وأي ولد في عمان مثقف وبيحب بلده يعمل زي أنس وحنين. أنس وحنين بيعرفوا شو يعني الانتماء، شو يعني نحب بلدنا. الانتماء والأردن هي إشي كتير كبير. إذا عرفنا أولادنا ماذا يعني هذا الانتماء، إنك أنت تحب حديقتك، تهتم فيها، تزرعها، تنظفها. مش شرط الموظف اللي في أمانة عمان هو اللي يهتم في الحديقة، لأنه هاي الحديقة هي اللي بتكسبك المتعة، الفرح، البهجة. عشان هيك أصريت إن عروضي، بالمناسبة هنا كان داخلي اللي شفتوه هلأ، كان داخلي في مركز الحسين. أنا كان لازم أعمله في الهول، في القاعة الرئيسية، في مكان بلدية عمان اللي كانت في 1909 كان اسمها بلدية عمان، الآن أصبحت صرح كبير اسمها أمانة عمان. فقررت أنه أنا أعمل هذا العرض في الحدائق. عرضتها في 20 حديقة
في مختلف الحدائق في الأردن من شمالها لجنوبها التابعة لأمانة عمان. وفي كل حديقة كنت أكتشف عرض جديد لهذا العرض. يطلعوا الأولاد يحبوا حديقتهم. بعد العرض يطلعوا يلموا زبالة من الحديقة يقولوا لي وين في عندك عرض تاني عشان نروح نساعدك. فأنا دائما أورط أقول لهم كان معي ممثلين كتار بس ما إجوا، تحبوا تيجوا تمثلوا معي وتساعدونا في تنظيف الحديقة. فتلاقيهم كلهم موجودين. إذا بتلاحظي كمان الأطفال لازم يشاركوا معي في العرض. أنا كنت وأنا صغيرة أكون مقهورة لما بحضر عرض للأطفال وأضلني بس أتفرج أقول يا الله نفسي أطلع على الخشبة وأمثل معهم. عشان هيك لما قررت أخرج للأطفال بجيب لأولادي أطلعهم على ستيج معي عشان يكتشفوا هذا العالم السحر اللي هم أصلاً بيجوا لأنه هو فيه سحر وفي كل اللعب. طيب أسماء، إحنا لاحظنا أنه يعني أغلب أعمالك هي المسرح، يعني هل أنت بتفضلي المسرح عن التلفزيون أم أنه فرصك كانت أكتر بالمسرح؟ شوفي أنا كل الفنون بحبها، بحب التلفزيون كتير لأنه التلفزيون بيحقق للفنان خلينا نقول مجال الشهرة أكثر، لأنه يعني شاشة التلفزيون هي شاشة متنقلة في كل العالم بكبسة زر. الآن إحنا بنحط من شمال العالم لجنوبه في كبسة زر، فبالتالي نسبة المشاهدة بتكون أكثر. بينما المسرح اللي بحبك واللي بيآمن فيك بيجيك وبيقطع تيكت. التلفزيون شاشته ضيقة، فبالتالي المشاعر كلها من خلال الكلوز والبيج كلوز بتبين. هلا هذا في يعني جانب من الاشتغال وحرفيه عاليه، كمان التلفزيون بده حرفيه وبده مهنيه، عشان هيك بحبش اغيب انا عن التلفزيون. ولكن مرات الظروف اللي لها علاقه بالانتاج وتواجدي انا اين في المسرح ام في التلفزيون بياخذك على حساب وين بتكوني انت. بينما المسرح انا اثبتت في وجودي كممثله مسرحيه مساحه الادوار اللي انا اشتغلت عليها اللي ما كنت اقدر اعمله في التلفزيون كنت اقدر اعمله على المسرح. طب لاحظت انا باغلب مسرحياتك اللي انت مثلتي فيها كانت من اخراج المخرج طبعا المبدع من وجه له تحيه غنام. مين غنام؟ غنام بدايه قبل ما يكون زوجي هو كان صديقي في المسرح ومن خلال المسرح طبعا حبيته وتعرفت عليه. كثير سعيده انه انا اغلب اعمالي كانت ساعدك شجعك مع غنام طبعا، لانه انت شوفي غنام بيشتغل على الممثل، بيحب يكون الممثل معه حر ومثقف وبيعطيه مساحه في الاشتغال، بيآمن في الممثل اللي معه وبيعطيه من روحه، وحسب الممثل إذا كان مجتهد وشاطر بياخذ من غنام، وإذا ما كان يعني في كثير ممثلين اشتغلوا مع غنام يعني ما علموا كثير، غنام بيعطي مساحة للممثل بيحاول يعطيه ويشتغل عليه. كثير سعيد إنه كانت أغلب تجاربي يعني. طبعا هلا هو في الشارقة بيشتغل مع الهيئة العربية للمسرح، راح يكون اسمحي لي أحكي هلا من خلال قناة رؤية إنه راح تكون في عنا ندوة اللي هي ندوة المرأة والمسرح اللي رح نحكي عنها عن وجود المرأة في المسرح بالتعاون مع نقابة الفنانين. رح نعمل ندوة في فندق الرويال رح يكون فيها حضور المرأة بشكل كبير، المرأة من خلال ككاتبة كمنتجة كمخرجة، علاقة المرأة بالمسرح، بداياتها، الأسباب، كل هدف يا رب يعني أي حدا بحب المسرح ومشجع وعامل نشيط يحضر هاي الندوات اللي رح تكون خلال 26 27 28 29. يعني إن شاء الله. سؤالي الأخير بيقولوا أنه أسماء مصطفى هي ممثلة مخرجة مصممة نارية وشقية. صحيح. مين اللي غششك هذا الشيء؟ لكل رولا عصفور اكيد رولا الحجة. كل هدول انا مزبوط. هاي الطاقه الحلوه اللي كانت اصلا موجوده عندي انا وكمل عليها المسرح. ما تتخيل المسرح قديش هو فضاء رحب وفضاء واسع وحرية. المسرح هذه الخشبة اللي ممكن تكون 9 متر في 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 7 بتختلف من مكان لمكان. هذا السحر، الإضاءة، الفنيين اللي أكسبني المسرح اللي خلى أسماء تفوت جوا كتير وتطلع هاي البنت الشقية واللي أنا بحبش تضيع طفولتي وعم بطلعها كتير في المسرح. أكسبني هذا العالم، الفضاء الرحب الواسع، المسرح اللي بنقول للجمهور بليز ما تقطعوش، تعالوا احضروا هناك على هذه الخشبة ما يستحق المشاهدة والحضور. هاي الخشبة اللي أنت بتتحرر من كل شيء كمتلقي أو كفنان وبتكون ذاتك أنت، بتحلم بتطير بتروح مع هاي العوالم. زي ما في سحر في التلفزيون في سحر على هاي الخشبة واللمات غزلوا فيها من بداية
الفلاسفة من أرسطو أفلاطون لا شكسبير المسرحيين لما يرهولد كلهم لا درويش. لاحظي أنه حتى الشعراء على خشبة المسرح شيء ولما بيكونوا خارج الخشبة شيء. إذن هناك سحر طبعاً. وطاقة بتحملك إياه. وبعدين هاي الخشبة إما بتحبك أو ما بتحبك، إذا أنت حبيتيها وأعطيتيها من روحك ومن نفسك ومن وقتك حتحملك وتقولك هيني معك على مركب المسرح، تاخدك لوين ما بدك وبتلعب فيك وبتوديك وبتجيبك وبتقصو عليك احيانا. انا هاي الخشبه بالمناسبه سليمة انعرضت على خشبه المسرح الرئيسي اللي اول مره انا بقدم عليه، كنت مقدمه للاطفال وقعت على خشبه المسرح، وقعت لانه كانت في عندي طاقه زايده وبدي اطلع والعب وكذا، وبكيت بس بكيت في الكواليس، قلت جمله يا رب ما توقعني خشبه المسرح فيما بعد. فكنت انا دائما احكي معها في اي عرض قبلي، في عندي طقس كتير أنا بحبه في الكواليس، بقعد بحكي أنا وياها بقول هاي الخشبة اللي مرت عليكي رشيدة دجاني، ومر عليكي حسين أبو حمد اللي رحلوا هلأ، مر عليكي كتير من نجوم المسرح، اشتغل عليكي الفنان الراحل هاني سنوبر كتير من الأعمال، مر عليكي بابا زهير النوباني، مرقت عليكي قمر الصفدي، مرقت عليكي سميرة خوري، كل روادنا هدول حملتيهم وشلتيهم، بليز ما تخذليني إن شاء الله. يعني إحنا نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله هيك للأمام، ونشوف أعمال مسرحية مبدعة، وإن شاء الله هيك بتتلقي كل الدعم. وإحنا طبعا زي ما حكيتي إحنا يعني بندعو كل المؤسسات كل الشباب الجمهور إنهم يحضروا مسرح لأهمية المسرح أكيد طبعاً. شكرا لإلك الفنانة أسماء مصطفى، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا لإلك، شرفتينا حبيبتي. تسلمي. كملين معاكم دنيا يا دنيا، فاصل وراجعين مع الفنان محمد القاق، خليكم معنا.